محمد السيد شام. شام وانت بتقول ان اصلك سوري مش كده برضو؟ او الجدود الجدود جدود الجدود طبعا. يعني الناس دي اصلا بتوع مفروشات وبتوع حاجات المنجده، وانت بتقول ان ابا عن جد شغال في التنجيد. بالظبط صح كده. بالظبط. طيب العنبر ده مش كان اولى بيه ان احنا نحط فيه 30 40 الف طائر كده ويطلع فراخ وبروتين حيواني للمواطن المصري؟ والله يا فندم انا زي اي مواطن مصري طبعا، ده مهنتي زي ما قلت لحضرتك، ابا عن جد فيها، تعلمتها، وظبت في منجد مش كده؟ منجد في الاساس. اه وانت خريج ايه؟ خريج شراع وقانون قسم قانون عام جامعه الازهر. ما شاء الله عليك. تمام. فالحمد لله اصعب الكليات. بالظبط. بالظبط. الحمد لله ربنا كرمني وتعلمت المهنه دي اثناء الدراسه، وبعد ما اتخرجت كنت شغال فيها. فطبيعي بعد ما اتخرجت من الجامعه فكرت ان انا اطور في المجال دوت. ففكرت في فكره ان انا مثلا بدل ما انا بشتري جميع المنتجات دي ان انا اصنعها بنفسي. حلمنا ان احنا نوصل بالمنتجات بتاعتنا دي ان احنا نصدرها بره، مش ان احنا نقف على انت بتصدر عن طريق الغير مش كده؟ عن طريق الغير تانية. في مثلا مستوردين بيطلبوا مننا المنتجات بمواصفات معينه، وبفضل الله بنقدر نعملها لهم، وبياخدوا المنتج بتاعي ويطلعوا باسمه بره. فانا طموحي ان انا اكبر واكبر في الصناعه دي. هو انتم مبيعاتكم قد ايه في المراتب؟ والله او طاقه الانتاج تحديدا؟ طاقة الإنتاج يعني تقريبا يوميا بنشتغل من 30 ل 50 مرتبة. من 30 ل 50 مرتبة. بالظبط. الأسعار من كام لكام؟ الأسعار بتاعتنا بتتراوح سعرها سعر المصنع. يعني سعر المصنع هنا تكلفتها أو توصيلها للعميل بيتراوح ما بين 700 جنيه لحد 3000 جنيه، 3 وشوية حسب مواصفات اللي بتطلب مننا، يعني احنا بنشتغل على المواصفات اللي العميل بيطلبها مننا. ومو 3000 اللي احنا بنروح نجيبها 7 و8. بالظبط. بالظبط. يعني اللي هطلعها هنا بنفس الامكانيات دي هتلاقيها في المعارض بره هتسمع فيها 7 و8. وهنا انا عامل كمان للمنتج دوت حاجة جميلة جدا اللي هي ضمان استبدال. يعني مرتبتي لو حصل فيها اي حاجة خلال 10 سنين بتاعتك؟ بتاعتي. انا بطلع اسمي على المرتبه من المكان دوت، وبتابع مع العميل اللي شغال معايا من المكان من الصعيد لاسكندريه. انت اللي بتحلم ان احنا يبقى عندنا مصنع اسفنج، مش بالزبط. مجرد اسفنج مضغوط. بالظبط. اللي هو اسمه ايه اللي انتوا بتسموه ايه بقى؟ الاسفنج مضغوط. رومند. تمام. طيب انت عايز تصنع لي بقى الاسفنج العادي اللي هو زي ده كده زي الاصفر ده؟ هقول لحضرتك دلوقتي انا شغال في السفنج الروبند اللي هو المضغوط، وربنا وفقنا فيه والحمد لله، شغلنا بينطلب على مستوى الجمهوريه زي ما حضرتك شفت العربيات والتقطيع. فضل الله طبعا. فانا فكرت انا بدل ما انا واقف على قد الروبند وبضطر كل يوم اسافر من هنا مثلا في حدود 200 كيلو 300 كيلو عربياتي بتسافر يوميا عشان تجيب لي الهالك اللي بشتغل منه الروبند، فانا طموحي طبعا ان انا اكبر النشاط نفسه وان انا اعمل مصنع سوفت سفنج، سوفت اللي هو السفنج اللي زي كده زي اللي حضرتك شفته. بلوك واحد. بالظبط. ده يوفر معاك في صناعه المرتبه. بالظبط. بالظبط. ما هو طبيعي انا دلوقتي بتكلف عشان اروح اجيبه من المصانع، طبعا ده بيكلفني حركه النقل، بيكلفني عماله، بيكلفني كل حاجه، انما انا لو مصنعه عندي فهقدر برضو زي ما انا قدرت اتغلب على حركه الروبند هقدر اتغلب ان شاء الله على السوفت واوفره في المنتج في جميع الاسواق المصريه. يعني محتاجين في حدود قد ايه تمويل؟ عندنا الصندوق بتاع المشروعات الصغيره والمتوسطه، عندنا البنك الاهلي، عندنا بنك مصر، عندنا كل بنوكنا الوطنيه جاهزه. والله متوسط في تكلفات بنك مركزي متوسط المصنع كدراسه جدوى مبدئيه، يعني لو هنشتغل في السوفت، لو هنشتغل في صناعتنا دي انا مش محتاج حاجه اكتر من المكان يكون مجهز وآمن على سلامة العمال. تمام. تمام. لكن لو السوفت، لو هشتغل في السوفت هحتاج تقريبا تمويل من 10 مليون ل 20 مليون هقدر ان انا اشتغل في المبلغ دوت ان انا اطلع المنتج كامل من عندي متكامل، احاول انافس بيه السوق كله واتكلم في ان انا اصدره بره. مشكلتنا دلوقتي هنا سجل صناعي عشان نقدر نصدر باسمنا صح؟ بالظبط. هل لو رحنا المجمع الصناعي هيبقى سهل هنطلعها صح؟ بالظبط. هنا ممنوع عشان ايه بقى؟ ممنوع عشان طبعا لما بيجي لي معاينه هنا بيشوف المكان زي ما حضرتك شفته، ففي الطبيعي هيقول لك لا رفض، ما هو مش هيديني رخصه على مكان زي كده رغم انت معاك كل ورقك. انت مطلع بطاقه ضريبيه؟ تمام. قول لي الورق انت مطلعه، بطاقه ضريبيه. معانا البطاقه الضريبيه، معانا السجل التجاري، رخصه مزاوله مؤقته صح، تامينات على العمال، وانا مش عندي، انا عندي استعداد ادخل اي مكان، انا مش عايز اقصر. وليد